بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. يقول ربي: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. هكذا يكون البرهنة، تكون البرهنة على أنكم مؤمنين بالله ورسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم، النبي الأمي العربي الكريم. والعرب منالوا شرف عند الله وعند الشعوب إلا وقت يتبعوا بإخلاص. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. والكافرين هم قاعدين يلتزموا بالحدود، أي عاد إيش فهمهم؟ متى تلتزم بالحدود تاكل راس، عذاب أليم يبر ألجيك. C'est un supplice insupportable, effroyable. إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني يحاربوا فيه بس هم كبالدار وبالبطن. إن الذين يحادون الله ورسوله وفي مقدمتهم بنو صهيون والكرب. إن الذين يحادون خاطرهم أهل رسالتين سماويتين ومعهم الكلاب الأخرين الكنائس. إن الذين لم يساموا في فقر الشعوب ولحد الآن يتمزعوا هيجا انه اكلوك باش تولي تدخل في ديانتنا، ديانة كاذبة، ديانة شيطانية، ديانة ملفقة بنزيد وتبعية، ودجا بتعوز المالي والطعام واللباس والدفء وين يكنن نفسه من قيد الصيف وبرد الشتاء. انت تجي تنظر لحاجاته وتعطيها له على طمع أن يكونوا كبيرك أحسنتوا من دون الناس اللي يجربوا، ما لم يتبع كلامك وصدقك. هذه لعبة شيطانية، وهي ما تكون إلا من عند الكفار ولو كانوا من آل الكنائس. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي ربي ذلوا وخسرهم كما توجهوا عليه عن التو يتنافسوا على باطل، يحبوا يوصلوا لمكان همش أهلين له، ذراعهم مكسر ولسانهم ذرب، ويبدأ عادي يدربوا بيش مش تخول، وشنو الحركة اللي تعملها وشنو الحركة ما تعملهاش، وشنو الفترة اللي تسكت حتى تنظم أمورك باش جو، يعني يلقنوه تلقين اللي هو فعلا ما عنده شيء منه، يظهر لك شيء ما كانش عنده ومش يبقى عنده، دوبلاش بعض أشياء مش يتذكرها. يقوم بها باش كيما تكون بورسوفي لافاس، لكن في الحقيقة وقت يوصل الرئيس يبان من كشف اللي هو أسوأ خلق الله وأشأم الناس، وهو اللي مش يعاقبه ربي لأنه عنده تابع لأعداء الإله من شرق وغرب، مرشنو وزغردو له في ودني مشى في باله اللي ما كيبو حتى حد، سي لامباتابل، سي لينيميتابل، سي لو لوازورا كما يقولوا جماعة النهضة، ما ظلم شيء منها إلا قليل منهم، وربي يبارك فيهم. إن شاء الله يكون وقع كلامنا على التوانسة أن يزيدوا يميزوا قبل ما يدخلوا في مدخل يندموا عليه، لأن المرة دي ربما مش يصفيها ربي مع الذين يحادونه. تو أنتم تحاربوا في ربي، مش تحاربوا في الإسلام والمسلمين والمسلمات، تحاربوا في ربي. ولهذا قال لكم: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، قرآن وأكوان، وللكافرين عذاب مهين، مقال عذاب أليم. للكافرين عذاب مهين، يعني إيميليون، سيتان شاتيمون إيميليون، والسلام.